الحسن رفيع رئيس جماعة أغبال وعقرار منذ سنة 2000، وكذلك مستشار بجهة فاس بولمان سابقا منذ 97، فيها انتدابين، نائب رئيس مجلس الجهة سابق لانتدابين، وحاليا كذلك رئيس لجنة إعادة التراب بمجلس جهة فاس مكناس. التي قامت بها الجماعة؟ هي إلا بغينا نهضروا على المشاريع اللي قامت بها الجماعة، وخصوصا إلى رجعنا منذ سنة 2000، فيمكن نقول على أن الجماعة حققت مجموعة من مشاريع، وخصوصا فيما يخص الكهرباء في إطار برنامج الكهرباء القروية الشامل، وكذلك بالنسبة للمسالك حيث كانت لم تكن هناك مسالك آنذاك، إذن فالجماعة درت واحد قفزة نوعية في هذا المجال ديال فك العزلة عن الضواوير، وربما يمكن أن تطرق بتفصيل في هذا القطاع بالضبط اللي هو فك العزلة، وكذلك تزويد بالماء الصالح للشرب إضافة إلى قطاع الصحة وقطاع التعليم هذا. ولهذا غادي نحاول نعطي طبعا بايجاز، لان لا يمكن ان اعطي التفاصيل حول هذه المشاريع، لان مشاريع مهمه ومهمه جدا. فيما يخص المسالك والطرق، فيمكن ان اقول على ان الجامعه تحتوي على شبكه طرقيه مهمه، خصوصا أنه يعبرها الطريق الوطنية رقم 4، وهي التي جزء منها يوجد بين مدينتي صفرو وفاس. هناك كذلك المسالك التي تؤدي إلى مختلف الضواوير، وتعبرها كذلك طرق إقليمية، الطريق 527 الإقليمية، والطريق والطرق أخرى لم أتذكر طبعا الأسماء ديالها. فيما يخص الكهرباء، الآن وصلنا إلى حوالي 95% من التغطية بالشبكة الكهربائية، يعني مجمل أو معظم الضواوير والمنازل مزودة بالكهرباء وتمر منها الشبكة الكهربائية. بقات لنا 1.5%. نحن الآن طبعا في إطار الشراكة مع المكسب الوطني للكهرباء من أجل التعميم والوصول إن شاء الله إلى 100% من التزويد بالكهرباء. فيما يخص الماء، طبعا الماء الصالح للشرب، فهناك شراكة بين الجماعة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، واللي الآن يمكن أن أجزم أنه تعدينا 90% ديال إيصال المواطن أو المساكين بالماء الصالح للشرب. لما أقول إيصاله يعني أن الماء داخل المنازل، وطريقة ديال التدبير ديالها هو في إطار اتفاقية التي تجمع الجماعة، المكتب الوطني للكهرباء والجمعيات. فالجماعة الآن تحتوي على أو يوجد بالجماعة 29 جمعية فيما يخص الماء الصالح للشرب. طبعا هناك بعض الجمعيات وعددها لا يتعدى 3 جمعيات اللي فيها بعض المشاكل، ولكن أغلب الجمعيات فهي يعني تسير بشكل عادي، والمواطن يستفيد من الماء الصالح للشرب. ما تبقى أي أقل من 10% من الساكنة التي لم تزود بماء الشرب، فنحن الآن في مشاريع أو مشروع مهم بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونتوخى إن شاء الله أنه يعني في ظرف 6 شهور حتى 10 شهور غادي نكونوا وصلنا تقريبا 99% من التزويد بالماء الصالح للشرب.
قبل بغيت غير نعطي واحد النبدة وباختصار على الجماعة. فجماعة أغبر القرار توجد أو معظم ترابها الجماعي يوجد بين مدينة فاس ومدينة صفرو. وهذا الموقع الاستراتيجي للجماعة يؤهلها باش تلعب واحد الدور طلائعي بالنسبة للإقليم بالنسبة للجهة ككل. لماذا؟ لأن أولا كما قلت عندها واحد شبكة طرقية مهمة تعبرها طريق وطنية رقم 4 قريبة من المطار بأقل من 15 دقيقة، قريبة من محطة القطار لمدينة فاس بأقل من 30 دقيقة، فهي متنفس لمدينة فاس وكذلك لمدينة صفرو، خصوصا مدينة فاس طبعا لأننا كنعرفوا مدينة فاس اللي هي العاصمة ولا الميتروبول لجهة فاس مكناس. فهاد الموقع ديالها كما قلت كيأهلها باش تجلب المستثمرين، وهذا هو اللي كيعطينا أن الآن الجماعة تحتوي على أزيد من 20 وحدة صناعية، وخصوصا ما الوحدات الصناعية المتعلقة بالصناعة الغذائية اللي كنسميو لاندستري أغرو أليمونتير، وكذلك الصناعات اللي تتعلق بالبناء. علاش للبناء؟ لأن توجد بالجماعة كذلك مقالع مهمة وهي مورد ديال المواد البناء. دون أن ننسى كذلك على أن الجماعة عندها مؤهلات طبيعية بشرية كذلك، فبالنسبة للطبيعية فأراضيها أراضي خصبة فيها تقريبا واحد العدد ديال الهكتارات اللي هي تزرع بالحبوب والقطاني، كذلك معروفة بأغرس ديال الزيتون. فالجماعة تحتل المرتبة تقريبا أو المراتب الأولى فيما يخص إنتاج الزيتون وبالتالي إنتاج زيت الزيتون، وتوجد بها معاصير عصرية لزيت الزيتون وبجودة عالية، يعني الزيت ديال أغبر القرى معروفة بالجودة ديالها. دون أن ننسى كذلك اللي هو مهم جدا وهو أن المؤهلات البشرية والتي تتجلى في كون أكثر من 36% من الساكنة ديال الجماعة فهي دون 25 سنة، يعني هناك شباب وهناك طاقة إن شاء الله اللي غادي طبعا في اللي غادي تنمي هذه المنطقة. لا ننسى كذلك على أن الموقع هذا الموقع ديال الجماعة أعطتها واحد مجموعة ديال الامتيازات وخصوصا في قطاع الصحة وقطاع التعليم كذلك. ففيما يخص الصحة فيوجد مصطفى بمركز الجماعة، ولكن بما أن الجماعة هي لصقة وعلى حدود مدينة صفرو فالساكنة تستفيد من المستشفى الإقليمي لمدينة صفرو، وكذلك قريبة جدا للمركب الاستشفاء الجامعي لبيفاس، يعني ان يعني عندنا واحد امتياز بالنسبه للجامعات الاخرى. دون ان ننسى كما قلت فيما يخص الشباب فلا بد من تعطير الشباب، ولكن باش نعطرو خصنا نوجدوا ليه واحد البنيه تحتيه. فالجامعه تحتوي الان حاليا على ملعب للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، وعندنا مشروع في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل إنجاز ملعبين للقرب، أحدهما بمركز الجامعة والآخر على الطريق الوطنية رقم 4 كما قلت هي منطقة إنشكاكا أو عيون الصبر. نفس الشيء طبعا لأننا ما نتكلم عن الشباب نتكلم كذلك عن التندروس. فبالنسبة للتندروس الجامعة حاليا كتقدم واحد الدعم دائما في إطار الاتفاقية والشركة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبذلك فهي تحتوي على 5 ديال الحافلات للنقل المدرسي. هذه الحافلات هناك حافلات اللي كتنقل التلاميذ من الدواوير إلى المدارس الابتدائية،
وهناك حافلات لكتنقل التلاميذ من الجماعة إلى مدينة صفرو حيث توجد الثانوية، مع العلم أن الجماعة طبعا تحتوي على إعدادية. فالنقل المدرسي الحقيقة يخص التلاميذ الذين يدرسون في الثانوي. إذن هذا هو مجمل هذا. إلا ما كان شي سؤال آخر. ما هي الإكراهات التي تواجه كل رئيس؟ نعم، أقول لكم بأن الإكراهات التي تخص، نقول الإكراهات، أولا دائما عندنا الطموح أننا نعطيو أكثر، ولهذا فكما قلت رغم أن الجامعة تحتوي على شبكة طرقية مهمة، ولكن هناك بعض المسالك اللي في الأول ما كنا محتاجين المسالك فقط، ولكن الآن يعني الطموح ديالنا ولا أكثر وأكبر. لماذا؟ لأن في الوقت اللي كنا كنديروا مسالك بالرمال، يعني ما يسمى بالتوفنون للدواوير، الآن وفي هذه الدورة المقبلة إن شاء الله وفي إطار اتفاقية مع المديرية ديال التجهيز، غادي نحاولوا إن شاء الله باش نجزو ما يناهز 30 كيلومتر من المسالك اللي غادي تولي معبدة. يعني كتعرفوا بلي الطرق اللي هي بالرمال فقط عندما كطيع الشتاء ولا كتكون شي حملة فكيسهل باش سميتو تمشي ديك يتلاف هذه الطرق. ولهذا غادي نمروا ان شاء الله كما قلت لواحد العدد ديال الكيلومترات مهم فيما يخص تعبيد هاد المسالك. الاكراهات ماشي كراهات، هذا الطموح في الحقيقه. اما الاكراهات وهو خصنا رغم ان هناك مساعده بكل صدق من طرف السلطات الاقليميه وعلى سمسي العمل، ولكن بغينا نخدموا بشراكه اكثر مع المصالح الخارجيه وخصوصا مديريه التجهيز، المصالح المكلفه بالماء صالح الشرب مصممنا، رغم ان هناك شبكه ديال الماء اللي كتعدى 200 كيلومتر في الجامعه ديالنا، ولكن دائما هناك اعطال، هناك تجديد ديال الشبكه اللي احنا مازال محتاجين لها. ثم طبعا لابد ما نشير ان المساطير لابد ان يعاد فيها النظر من اجل باش تسهل الماموريه ديال رؤساء الجامعات بصفه عامه والجامعه ديال اخبار الاخرى بصفه خاصه. لاحظنا ان كان اجتماع اليوم ديال اللجنه الثقافيه البيئيه، واش ممكن تعطينا واحد المختصر او تقرير شامل على هذا الاجتماع ديالنا؟ فعلا كان هناك اجتماع ديال اللجنه ديال الاجتماعيه والثقافيه والبيئيه، وحول موضوع ديال الكراء. في الحقيقه ماشي كراء ولكن بالفرنسيه هي لامودياسيون ديال واحد الجزء من الملك الغابوي للمياه والغابات. وانا ما حضرتش في اللجنه، ولكن هذا الشيء كنرحبوا به لانه كيشجع السياحه المحليه والتعريف بالمنطقه. وعلى ذكر السياحه ما ننساش على ان المنطقه تعرف كذلك واحد النهوض في القطاع السياحي، لان الان يوجد بالجماعه ما لا يقل عن 5 ديال سواء كما كنسميو لا فيرم دوت ولا لوبرج ولا فنادق. الحمد لله ان حتى القطاع السياحي كيلعب الدور ديالو مهم في الشارع. نعم، فيما يخص النهوض سميتو لابد ان نتذكر خطاب جلالة الملك، إذن يجب ان نسير في هذا المسار، لان الخطاب جلالة الملك ينص على ان لابد من واحد النظره جديده حول التنميه بصفه عامه. فكما قلت عندنا مؤهلات، عندنا ك
كذلك الموارد ما غادي شيء نقولوا ما كيناش. هناك شراكات مع المبادرات البشرية، هناك مؤسسات أخرى تدعم وتعمل في إطار الشركة مع الجماعة، ولهذا إن شاء الله الطموح ديالنا غادي يكون أكبر من أجل المضي إلى الأمام إن شاء الله. كلمة أخيرة أولا إحنا جد مسرورين باش تواجدوا معنا هنا، ونتمنى لأنكم توما هما اللي كتوصلوا أولا ماذا يحقق بالجماعات، وكذلك كتوصلوا حتى الإكراهات ديالنا وحتى المشاكل اللي كنعيشوها في الجماعات. الحمد لله أنه أغلب المشاكل تحل، ولكن نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الأمر أشكر هذا المنبر الصحفي اللي هو تيهتم بالمجال القروي. طبيعة الحال سوف أتطرق إلى الجانب الجمعوي والجانب الرياضي في آن واحد، خصوصا أن العجلي عبد القادر مسؤول سابق في قطاع الشباب والرياضة، مجموعة من الأقاليم الآن متقاعد، اهتم بالمجال يعني الشبابي، فاعل جمعوي على مستوى الرياضة والمجال الاجتماعي، ممثل ديال دائرة عيون السمار حيث أسست هناك جمعية الصفاء للتنمية القروية بوعجول عيون السمار، وكذلك الجمعية الرياضية فرع ألعاب القوى بعيون السمار، وهي من خارطة في الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. في هذا الإطار كان مجهودات تبذل، وهنا تنشكر السيد الرئيس على يعني الدعم ديالو لمشروط في للنهوض خصوصا بالمجال الرياضي، حيث ان احنا تنسعوا جاهدين باش نواجهوا المعيقات اللي تتعرفها الظواهر الحاليه على مستوى العام ديال الوطن، وهي الانحراف وما يواكب الانحراف من معيقات. ولذلك فالمجال الرياضي هو سلاحنا لكي نوجه بعض الفئات من الشباب اللي هي بغات يعني تنمي القدرات ديالها الرياضيه، وخصوصا ان المجال القروي وحنا في هذا الاطار هذا تلعبوا الدور فعال في التنقيب في اي المكان، يعني دور استباقي قبل ما يبرز ذاك الموهبه تبرز في المدارات اللي هي حقيقه اعدت للغايه. فاحنا تنكتفيو وتنتشهدوا، ولكن تنكتفيو بالمؤهلات الطبيعيه اللي في العالم القروي، واللي هي تتزخر من المواهب، تيخص غير اللي يبادر ويكتشفها. اذا هذا هو الدور ديالنا. الان احنا بصدد تهيئ واحد البرنامج مع السيد الرئيس في هذا الاطار هذا. اولا سنحاولوا ما امكن يعني نسجلوا اكبر عدد من العدائين لاجل اكتشافهم وبالتالي صقل المواهب ديالهم. عندنا برنامج هو نهار 30 في 9 ان شاء الله غادي نمشيو في اطار البرنامج ديال العصبه العدو الريفي الجهوي الاول، غنمشيو لبولمان ان شاء الله في 30 9، وغادي ننظموا ان شاء الله نهار 7 العدو الريفي الجهوي الثاني، واللي هو غادي نحاولوا ما امكن وحقيقه لانه كان طموحات كبيره سواء على المجلس الجماعي ديال اغلب القرار على اننا نكونوا في المستوى الكبير، وبغينا نكونوا سباقين لواحد البادره اللي اظن تيتجاوزوها مجموعه التظاهرات تتجاوزها، وهو تكريم مجموعه من الابطال اللي هما برزوا على الساحه الوطنيه وعبر التاريخ. كاينه اسماء لن اذكرها، ولكن كاينه اسماء بارزه وفعاله غادي ان شاء الله تحضر معنا نهار 7/10/2018 ربما بالمركب ديال عمي ادريس ان شاء الله. وكذلك فانكم الدعوه راه موجهه لكم مسبقا تغطيه هذا النشاط هذا الى جانب منابر اعلاميه اخرى بطبيعه الحال. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.